السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم جايب لكم حلقة جديدة من لعبة أنت سباق الأبواب. طبعا اليوم إن شاء الله راح تكون حلقة إن شاء الله أسطورية بالنسبة لكم. فقبل بداية نتمنى باللايك والاشتراك في القناة إذا ما كنتم مشتركين، نشر عن كل أصحابكم. هلا خلونا نبدأ. طبعا في يعني شوية ناس طلبوا مني ألعب، أنا آسفة لأنه قطعت، لكن يعني مع الدراسة وهيك. هاي أول شغلة. ثاني شغلة لعبة كايدو يونيفرس، مش عارف إذا مين شاف الإعلان حاطه بالديسكريبشن إن شاء الله ما أنسى، أو بالكومنت. إعلان عن حيكون واحد من أقوى الوحوش رح يجي، حتى أقوى من دستروية. بده وحش ما عندي إياه، وبده شين جودزيلا ليفل 100، فبيحتاج له شغل كتير. فالوحش هذا أيضا بجيبه، بس هذا الوحش محتاج الوحش يعني لازم ألفله ليفل معين، بس ضعيف فشوي بتعب الشغلة. بس إن شاء الله راح نجرب هذاك الوحش، هو حيعتبر أقوى وحش لحد الآن حينضاف. بس ما بعرف إذا في بعده، في بعده سبيس كودل. ما من ناحية أنيميشن فإن شاء الله الأمور تمام. خلونا نبدأ. طبعا شايفين نفس بيتنا، بس وين الفابريكيتر؟ عنا هاي. بسم الله مستعدين. الله انت تحكوا لي وين هاي، وين راحت؟ انا بس الكمباس بين او هات الام كويس، ما دول اشياء ناسيها. تحكوا لي وين راحت الدنيا، وين اختفت؟ بحكي لكم ما بقى، يعني بحكي لكم دمرتها وعدلت. شايفين؟ ما اعرف كيف بدي استعرضها، لكن هاي عنا قلعة. خلينا بس نبعد البرونتو. طبعا عوضت البرونتو، برونتو آخر ليفل عالي جدا معي فات. هذا النظر أنا نجيش بطولي والجيجا. أوه حياتي هنا أن القلب كرس عليها. أعطيني الار جي، يمكن الار جي جوا منطقة واضح. الله هون عنا شغلة حلوة، اختراع. هون عنا الفرن، عندي الحديد وهاي المادة. عنا هون أمور، وعندنا الشوتجن اللي مش عارف مين ما شاف الشورت. هاي عنا، وهون عنا مدخنة إن شاء الله راح أشغلها. عندي هذا ثيري حاطه يعني بتاع حراسة، وما في حدا بس نعيش الجو. في هون بطريق روضته هيك على الطريق. اوكي نطلع، طبعا هاي ما زبطت معي بالطريق الصح فحطيتها هيك. نطلع ما أغلي، هلا بوريك. عنا طريق مختصر. لا ما لبالكم ايش هاي، هذا راح نسوي منه ان شاء الله مزرعه. تعال هاي انثى، لو نجيب ذكر بكون الوضع تمام. هلا هذا ما عندنا منه اللعبة، عشان نروح كذا. اوكي ايش عندنا تطورات؟ اول ثيري اكلته، اللي بداله ثيري ليفل 124، وعندنا هذا ليفل 134، واللي جوا خلينا نشوف. الركسات عليهم تلبيل، بس كلهم ليفلاتهم قليلة. مثلا كنت مستعجل جاي شغله بالجريفن، طبعا لسه ما عندنا جريفن بس ان شاء الله نروضه. مرة حاولت بس ما بسوي لي ريسبكت، فلازم اوصل لبل 85. اوكي نجي نجي التعجلين عندنا شغلة، ننزل تحت بعدين نوقف هون وننزل. السلام عليكم، حنروض انه ان شاء الله مخلوق حلو، حلو الطريقة. اطلع عليكم سمحت. اوكي صارت للأسف دمج الجيجا، ظننتو حتكون دمج كثيري بس طلع 65. طب سألهم كيف جربتو؟ مرة جبتلي مخلوق جنب التريننج دمي وسويت اتاك للستارجت، فلما الجيجا ضرب دمجه يمكن بس 100 أو 50 حتى. عنا أحسن منك
اوري شاب ما شاف الحلقة ما في صورته. طلع هذا بريكس دمه طلع في صورته. بريكس هذا دمجه على المباني 3300 دمجه على بريكس اقوى من جيجا صراحة الهيئة. بس اللعبة القليل اللي يروض ما عليه في 55. هذا الريكس اللي انا هذا مش مروض انتاج طلعوا 100% عندنا. هذا انتاج من ريكس قوي. وينها؟ هاي طلعوا 207. هاي والد هيك تيمكا دمجها مو عالي زي هذا. كنا نشوف انه بوتشي تعالي هذا بس 60 جيجا. عندي 689 نقطة. طب سألوني كيف صنعت مكربات ألين كنت تعرفوها اللي اسمها ماين وايت وصنعت هيك. أنا هيك بالمود الجوية وأنا كتزل وبريكس وصل من الشرطة. عندنا شغلة الكتزل روضت لي كتزل قطع بشكل لقيت غيره قلت هاجو. اما عندنا مشكلة من الريكس فلازم نروض من الريكس. يا ما انا اروض خلف الكواليس يا ما اروض معكم كومنتات. كل الريكسات يعني هم اناث انثى 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 انثى. انا ما عندي ولا ريكس ذكر. والريكس القوي تاعنا ذكر مات تجاه التايتن. الارضي كان الكويس والبتر كلهم ماتوا في الجيجا. هلا حنسوي لنا فخ هون البيت. تسألوا طب ليش في ايش في ديناصور تيجو؟ لا هون نسوي بحتاج نتفع. شو بتحتاج؟ وود بسيط بالقلعة. هاقولكم ايش سببه. ناحية شايفين هاي الاراضي اللي هيك مرتفعة هاي ما قدرت اسوي لان الارض مش متساوية. اولا حط الباب هالطريقة وبنانا هاي نص القلعة. كمان قناة تاتي بالدس طلعنا اصلا صير عندنا. نعم نحن في زمن التطور في ارض. انزل تقدر توقف. انا صارت شيء جميل من الارض. هنا التمر
عندي مشكلة، أنا عندي نقص هايد، ف وصلنا نص لعبتين بيت. أنا هذا الشوتجن، هلا بوريكم دمجه. لا شوف كم الدمج، 110 طبعا، هو دمجه 300 تقريبا، بس مش عارف ليش هون كاتب لي 110. هو بحتاج ريبير، بس انا مشكلة بنحتاج ان شغلة بوليمر للدكتور. هذا صورة الحجارة. لا كثير حجارة. ومن الأشياء اللي خلتني أني قلع البيت هذا ده، يعني لو بتطلع فيه دائما شجرة. بس هذا مو السبب الرئيسي. طبعا هذا المخلوق ما اظن راح احطه بصورة العرض، ما بعرف، يمكن احطه يمكن لا. في مهمة السفر للريدوود. هاي آخر حد. لا 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 استوب. عندي واحدة استاذ لي كان لي 24 حبة. طبعا نشوف ايش تجميع موارد القلعة. موضوع بتعب كثير. علينا بالانتظار. طبعا انا خطط تتردون في مكان ما هناك، فاتمنى ما يكون جاي مخلوق قتل، بلكي بتروض احسن يعني سريع. اذا البرونتو مش كده ننزل منه. كان هذا فخ تقليدي أظن الأغلب بيعرفه، هو نال الألوسورس. ما اظن راح يطلع، بس احتياطا. انا لا نقل موارد ثمينة قبل ما
الجرد الأسطوري. ليه؟ لأنه حمل أوزان مش زي الأرض. بنحطه هون وعنا البوليمر اوكي. هلا عادي نصنع بوليمر. الان جزء من تاع الترويض، طبعا الترويض باسيف. خليها الربع تعال يا صغيري. اسبوعين تخيلوا تمشي على الجيجا. دمج ألف المباني، بس وين الفرق بينه وبين الريكس؟ 215. طب فوق زيادة 600 على المباني 1600. 323 على الميناصورات. فأنا بس يعني إله هذا إنه أقوى من الجيجا. هنشوف البيزردون إذا تحوط أو كم وصل. ومفروض انا مخدر برونتو تاني ليفل 145 يمكن او 140. مخدره بجزء بعيد من الجزيرة، بس مش عارف هل تروض ولا لا. صحيح تطلع توت قليل لانه المنطقة كان فيها ركسات واشياء. يتروض ما يتروض عادي. شكل بتر دون مات. قتلته اسطوري كل لحمة اعتقد. اوكي انها مهمة سفر بعيدة الى الريدوود. ايش هذا الفا؟ ما اعرف. حتم متخيلين دينجرس اريا، منطقة خطيرة. خلاص طورنا، حسيت من لما ربطت الجيجا خلاص بطل في منطقة خطيرة. ومن لما سويت الشوتجن طبعا يا شباب هذا ماب ذا ايلاند. ما بعرف اذا قلتها بالحلقة الماضية ولا لا، بس هذا ماب ذا ايلاند نفس ماب ارك اوف ذا فيتست. طلع ساركو. كتزل هو عنده بلاتفورم ويصير اسطوري، لكن للاسف لحد الان انا مش فاتحها وما عندي عمر لصنع البلاتفورم. هنشوف المهمات هل عندي. في عندي هاي بس صعب لا احكي لكم. قلت لك 206 دودو من نوع معين، نوع معين مش ذاكرين اسمه. تخيل الصعوبة. بعدها وصلت ل يعني تقريبا التلت، بعدها مت. يعني راحت المهمة وراحت كل شغلة. هنا وصلنا الريدود. صوت مخلوقات آدم تاني. اوكي ان شاء الله لاقي المخلوق ان شاء الله ما يكون بخير. هو كمان راح يسافر معانا.
اوكي ان شاء الله نلاقي المخلوق. تذكر تربيض الركس. عنا البروتوكتودون اللي هو هذا. لا نوقف، شوف تعج سريع كتير. أنا أسف صوتي مو سريع، بس الأيباد ما بتركب على الأيباد، فللأسف صوتي حيكون واطي. المخلوق هذا دائما ما لما اجي مرة جت مهمة ادور عليه عطول بيختفي. عرفته ولا لا؟ بيبدأ بحرف البي الباء، أو بالعربي بحرف الراء. يلا حاولوا تعرفوه قبل ما ألاقي. وبنتهي باللام، هو كلمتين اسمه. حي المخلوق هذا كيف حبود؟ حبود إجا كيف صحته؟ إيه بيك فوت. حكيت لكم حنروض إن شاء الله بيك فوت. تحطوا يتجول صح؟ حنحطوا حارس للقلعة. مش عارف أنا أي شغلة زي مفاجأة هيك ما بقدر أكتبها، ما بعرف. خليك تبدو طبعا زي ما قلت لكم لين قناته تحت الديسكريبشن وباول كومنت. اذا انت سمعت صوتك ضربة غريب اعرف هو قريب، لانه في شغلة يحتاجه واحمد بسرعة فخ عن بيتي. هيو 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 شفناه. ميت واحد. كم الليفل؟ 10. Are you serious man؟ لا sorry guys. تكتمو زي اخوك؟ تعال شوتجن سوري. كم دمله؟ اي تعال قلت سبام 200. هيا بنا نبحث عن واحد آخر. عن الدب هاي ايش بدك؟
سمعت انك تلاقي البيت فوت صح؟ سمعني اوكي بسم الله. وين ممكن نلاقيه؟ تلاقيه جوا. شلت بتردن بعده بس مسوين زحمة. دب عنا دب هون. روح دب جمالك فايبر كتير. شو بدي بيك فوت تاني ادور. تحكي احكي انت احكي هيك. اوكي بسم الله. وانا هذا سكران وين بالضبط؟ اعطيني تمام. لقيت جوا هون هيك. تلاقي عند الجبال. تلاقي هون. تلاقي كتير. او شباب تفتكروا فخر ريكس؟ بدي يصير الكنز القلبة. اوف الكنز اكبر من الفخ من ناحية عرض. انا شلت برونتو. بالله عليكم ليفل 5 في 95 في ميل. لا ميل خلونا نبحث عن رجل الغابة. ايش هالعلامة طلعت فوق؟ يمكن علامة انه البيك فوت قريب. علامة في علامة غريبة مرعبة طلعت. شوفها راحت العلامة. الصورس البلاد جيدة. أنا حامل الرجل الغابة ليفل 10 مش عارف أقتله ولا لا. أنقذته من كارما. يا دقيقة أنا قلبت بس تعال. أنا رجل غابة آخر. نايس يا ليفل. شفتوك انا على ليفل
95. في واحد هذا تيوبرد. لقيت لي بيك فوت ليفل 95. انتبه بس تصير الخط الاخضر عليه يصير احمر يعني بده يهاجمك. لا لازم نرجع البيت. نودي بيئة ما بعيش فيها. بس كيف بيطلع صوت خطوات؟ ما بعرف. تذكروا هون لما تعاركنا مع التايتن؟ بجيله يوم انقذ حياتك. طربنا على البيت. لا يا صغيري وين راح؟ لا بالله عليك طلع شوف شغل ما بضربه من احنا حاملينه. هلا خلينا احطه ضمن صورات بسد. كويس بس يا رب نحق صفر كمان ممكن الناس بس بس خليها تتجول لا بدي ادخله الفخ اوكي نايس بس انتبه انك لما تلمسه هيك بروح التربيع عن جد؟ بيجي من اول انا كنت اجرب اقضي من قبل يخرب التربيع
مرحبا صغير. Guys, passive. بعد كتير قوية نمجة 400 بحتاج 10 بحتاج 7 انا اودي لبيرسيت تمام اوف نقتل شيء من الفاير وول لا مش عارف نبدا طويل حنطول كتير اوكي شباب البيك فوت اخذ مني كتير وقت طبعا سويت له كبل لانه تعبني كبل زاده بس 20% بس فادني كتير ضاي له حبة وحبتين وبتروض ان شاء الله طبعا نروح للكهف ولي ارتفاكت ومتت وضيعت كل شغلة ورجعت دخلت ومتت وضيعت كل شغلة بعدين طلعت وبعد ما حطيت الارتفاكت وعطتني الاغراض عطتني اشياء ما لها داعي بس عطتني شغلة اسطورية ممكن تجيب لنا سد الجيجا هي مو معي منزل البيت بلكي بوريكم اياها Are we ready? أو ضايل له حبة خير لو يعصب خير لو يعصب لا عصب علي 4 مرات ضيع علي كل شغلة فارن أقمت
كانوا قوي. كانوا قوي. اللي كان 15 بالضبط. من دروعي تكسرت هذيك اللي بتكسر دروع الأربعة وأربعين كسرت لي إياهم. كمان تخيلوا ترى أنا هلأ باليوم الثاني مبارح طعميته وجيت أرضه أخيرا. يس بيك فوت. اوف طلعوا كم لفله ما كتير لفكت في نزلت ما بعرف ليه الطعمية بتنزل غريبة صح؟ بس بكره شغلة أو كنت بعرف شغلة مراتي بتغيرني. نايس. مين جلت وشين كويس. طب هلا بدي اسوي له شغلة سورية. بس خليني انزل الاغراض اللي معي صار بطيء. بصلي حلو يعني بلبسه كتير اشياء. طلعوا هاي السنارة كم الديوروبيليتي تاعتها والتحمل 655 ان شاء الله اعتماد 6 جيجا. طبعا شوتجن تاعتي انكسرت للاسف. هاطو هاي مو ارتيفاكت هاي انا شغل معلقة. قصدي توفي مش عارف وين السيف بس شو بس هي هلمت توصيل برمي البير خليني اشوفه زي السطول. Oof.
تحتاج كثير أغراض، بس مية خلف الكواليس إن شاء الله. هلا أنا بدي ألاقي من السيف تاعي راح. الله هي. متأكد تحبه؟ غريب للأسف ما بركب له، هو المفروض بركب له البارك الأصلي بركب له، بس لا طبعا. هيك صار عنا حارس للقلعة أخيرا. أتوقع درع بركب له. أتوقع درع بركب له. خلينا نشوف دمج على الضين صراحة. لا شفنا مخلوق قوي. قوي لا بأس به، لو كان ليفل أعلى كان أقوى. بركب روض الأنثى ونصير نسوي ثلاثة إن شاء الله. أنا بريوني صلة نحن أم هو. تقريبا 100 دمج. مثلاً فيري واقفة عن نبتة، واقفة عن نبتة تمام. بكم فايبر جميلة اوف بجمع فايبر، بس عندي فيري. Okay. البيك فوت عن جد قوي. بس لو كان بركب له السيف كان صار او بي. Thank you.
وين البتلون تاعك اللي روضته؟ ما تروض مات. طب التراي صحيح. اه شباب ما قلت لكم في تراي ليفل 145 كنت عم بروضه بس صحيح، فرحت قتلته انتقام. اوكي شباب بس خلينا نحط درينك. للأسف لو كان بركب للسير كان أحلى. لنعم بيتحرك ما بعرف. بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة إذا ما كنتم مشتركين، نشر عن كل أصحابكم، ومع السلامة، أشوفكم فيديو جاي إن شاء الله.